السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الأحد 2 سبتمبر 2018، وحديثي إليكم كما وعدتكم هو حديث مباشر يتعلق بآخر المستجدات في البلاد. أساسا هناك بعض الإخوان اقترحوا علي أن نتحدث في القضايا الدولية، والحقيقة هذا أمر يهمنا أيضا وأمر مهم جدا ودائما أهتم بالحديث فيه، لكن بما أن فيه تطورات وتغيرات في البلاد أو ما هو قادم خاصة بشكل أساسي، فضلت أن نركز هذه الأيام على أو في هذه اللايفات في هذه المباشرات على القضايا القضية المركزية والقضايا الداخلية. لكن أعدكم إن شاء الله لكل إخواني الذين طالبوا بالحديث عما يجري في سوريا من مؤامرات الشعب السوري، خاصة الحرب القادرة المتوقعة ضد ما بقي للسوريين في إدلب، ما يحدث في تركيا، صراع ترامب والصراعات في الداخل الأمريكي، علاقات مع الصين المتوترة، ترامب وكل فوضى الذي يصنع فيها، بن سلمان وجرائمه في اليمن وفي غير اليمن، وأشياء كثيرة في الحقيقة تهمنا كجزائريين كمسلمين كبشر في هذا العالم. لكن دعونا نركز هذه الفترة عن الوضع الداخلي، ثم إن شاء الله ستكون لنا فرص أخرى للحديث عن كل هذه القضايا. بداية دعوني قبل أن أنسى نوجه ملاحظتين، وبالنسبة للإخوة الأفاضل اللي راهم ياخذوا هذه التدخلات نتاعي سواء هنا أو في بعض القنوات وينشروها على قنواتهم على اليوتيوب، كما سبق لي وقلت أنا الكل مرحب به، ما عنديش مشكلة، لن أطالب أحدا بأي حق، لا حقوق النشر ولا حقوق التأليف ولا أي شيء، تفضلوا انشروا على راحتكم ما كانش مشكل. طبعا بشروط معينة. الشرط الأول أن لا يتم التلاعب في الفيديو، بمعنى أنك تنشر فيديو كما هو، تقتطع منه جزء إذا شئت ما فيش مشكل، لكن ما تخذش كلمة هنا وكلمة لهيه وتتلاعب فيه، تعمل له مونتاج وتلاعب فيه. هذا طبعا من يفعل هذا لن نسمح له بذلك، وسنطالبه بنزع الفيديو. الأمر الثاني، يستطيع الناس أن ينشروا سواء الفيديو ككل أو أجزاء منه. بالمناسبة أتمنى أن تخبروني إذا كان الصوت والصورة واضحين أم لا، ما دمت في هذه المقدمة. الشرط الثاني كما قلت هو أن الناس اللي ينشروا في الفيديوهات يستطيعون أن يأخذوا المقطع ككل، يأخذوا منه جزء صغير، دقيقتين، خمس دقائق، عشر دقائق، هم لهم ما يشاءون. لكن في تعليقات أحيانا بذيئة فاحشة على بعض المواقع اللي تنشر هذه الأشياء لي أو لغيري، أنا أنصحكم وأقترح عليكم أن لا تتركوا الكلام البذيء، الكلام البذيء الفحش. من حق الناس أن تنتقد، من حق الناس أن تختلف، أنت كلها وجهة نظر أخرى، أن يعارضوني الناس، يعارضون غيري، يتفقون معي، ماذا؟ هذه الناس مختلفة في الآراء ومختلفة، وكل واحد لديه مواقفه لديه آراءه، ربما يتغير ربما إلى آخره. لكن الذين يعلقوا بكلام بذيء فاحش وتهجمات كبيرة جدا، وهذا ما يصلحوش سواء كانوا معانا في وجهة النظر أو مختلفين معانا، ما يصلحوش في الحقيقة. اللي ما عندوش أخلاق ما يروحش بعيد، اللي يبدأ يعلق بكلام بذيء ما يروحش بعيد، ولن ينفع، لن ينفع لا قضية التغيير ولا قضية فيما بعد التغيير ولا المحيط اللي حوله ولا. طبعا كان اللي عند الكلام البذيء وكان يتعود عليه، لازم يعود نفسه ألا كلام البذيء كلام الفاحش لا يجوز. يعني سواء كنت مسلم وتعرف ما أن هذا الكلام، ليس المؤمن لا بالفاحش ولا باللاعن، ولا الإنسان المسلم يكون عنده أخلاق، وغير المسلم يعني في الناس ما هيش مسلمة ما هيش مؤمنة أصلا بالله لكن عندها أخلاق. نعيش هنا مع الإنجليز حقيقة واحد من أكثر الشعوب تخلقا، يعني الناس تتعامل بأخلاق، وحتى لما يختلفوا كاين حدود الخلاف، تستطيع الناس أن تعترض علي بأقصى الكلمات أو على غيري، أن لكن الكلام هذا الفاحش فقط
يعني مثل الذباب الذي يحوم حول أشياء فاسدة. فأنصح إخواني اللي ينشروا وحتى يترباوا هذول. وطبعا كان كلام فاحش اللي يقوموا به الذباب الإلكتروني، الهدف نتاعهم هو الناس تهرب من المتابعات، وتدخل الناس فيما بعدين هذا يسب وهذا يسب، فما نروحوش بعيد بهذا العقلية وبهذا المنطق. فأنا أنصح إخواني اللي راهم ينشروا في على اليوتيوب أن يمنعوا الكلام الفاحش، يعني يطلبوا من يكتب الفاحش المرة الأولى يعطوا إنذار أو يوجهوه أو تحذير أنك من فضلك توقف على الكلام، إذا كمل تعمل له بلوك، ما عندك ما تعمل مع الناس هذول، ما نروحوش بعيد صراحة مع هذا الناس. الملاحظة الأخيرة ربما في هذا الموضوع هو كما قلت، تستطيع الناس أن تنشر تفعل ما تشاء به، لكن قضية الاقتطاع يجب أن يكون واضح. العناوين، أن العناوين ما تكونش مثيرة جدا، خذوا العناوين، شخصيا أنا ما أقول خذوا العناوين من كلامي، يعني خذوا العناوين من كلامي، إذا اخترت عنوان أنت خذ العنوان التي تشاء، لكن الكلام المثير جدا يعني السنساسيونيل كما يسمى ما يجذب ربما في البداية الناس، لكن من بعد ما توليش مع الوقت تفقد قيمتها الأشياء. نعود إلى المواضيع اللي اقترحت أني أتكلم فيها. أولا عاد بوتفليقة، عبد العزيز بوتفليقة عاد من سويسرا، كما قالوا أنه عاد، نحن في نهاية المطاف الآن. فيما يتعلق بعبد العزيز بوتفليقة أصبح مثل المهدي المنتظر عند الشيعة، يعني ينقلون عنه هنا. احنا الان راهو مختفي، واصبح يقولون انه عاد، يقولون انه ذهب، مفيش صور، وحتى الصور احيانا لما يجيبوا صور ثابته يجيبوها انت عندها 5 سنين 7 سنين 10 سنين، يعني الخداع الغش. ثم يقول لك كيفاش الناس يغشوا في البكالوريا، وكيفاش الناس التجار يغشوا، كيفاش انتم راكم أرباب الغش راهو عندكم يعني. فقالوا أنه عاد من سويسرا، وأنه بصحة جيدة. طيب بصحة جيدة ليخرج للشعب ويقول لهم صباح الخير، يقول لهم السلام عليكم، يقول لهم والله هاني عدت، ما فيش، جي قناة من قنوات البقارة هذون، قناة الإجرام، الآن طبعا أقرب قناة ليهم هذه اللي تسمى قناة النهار، اللي هي يملكها واحد يعني أموال الشعب الجزائري أعطيت له، وحاطينه على رأسها، واحد من أجرم، إذا أعطي اليوم أو غدا يعطى وسام أجرم وأخبث صحفي في الجزائر هو هذا صاحب قناة النهار، اللي كان في فترة معينة يلعن بوتفليقة بكل الألوان، حتى في شرفه، يعني مس بوتفليقة حتى في شرف، لكن من بعد انقلب، لأنه مع الوقف شاف باللي لما انقلبت الأمور وسقط محمد العماري أصبح قريب منهم، وفتحوا له قناة وفتحوا له جريدة، ويعبث ينشر في الفساد بشكل رهيب، وينشر في ينشر يبرر الاستعمار، يعني أحيانا تشوف كتاباتهم وكيفاش يمروا بعض السموم، تقول انت والله الامريكان وش راهم يديروا، والفرنسيين في مالي وفي النيجر هذول راهم محررين هذول، او حتى في العراق او راهم محررين هذول، لو كان تبعوا قناه النهار واشكال قناه النهار يعني واخواتها يعني. فالمهم الان راهم يقولوا انه عاد بعد بضعه ايام 6 ايام تقريبا في جنيف. بالمناسبه المره الماضيه قلت لكم كلينيك، في الحقيقه ماشي كلينيك، هي سياشو بمعنى مستشفى عام، اللي كان فيه مستشفى عام تابع للدولة السويسرية. الغريب في الأمر هو أنه مثلا المخابرات السويسرية في هذه الحالة تعرف التفاصيل على بوتفليقة وعلى المرض نتاعو، ولما تعرفها المخابرات السويسرية فهي بحكم الأعمال والتحالف مع باقي المخابرات الغربية، المخابرات الغربية كلها تعرف الآن التفاصيل تاع مرض بوتفليقة. لما كان في فرنسا كانت تحت رعاية المخابرات الفرنسية، الآن راهو تحت رعاية المخابرات السويسرية في مستشفى، والشعب الجزائري لا يعرف. الجزائريين لا يعرفون حقيقة المرض نتاعو. نعرف أنه مريض بالكلى، عنده
سرطان معدة في 2005، عنده صدمة دماغية، لكن ما هي حقيقتها؟ ما هو متطوراتها؟ كيف هو حاله الآن؟ هل تطور؟ هل أفضل؟ لا نعرف، لكن مخابرات الدول العالم الأخرى، أي الدول الأخرى، دول غربية تعرف. هذا هو الوضع اللي وصلنا له. وهاكم تشوفوا يعني بعد 20 سنة من الحكم تقريبا، وبعد أكثر من 1200 مليار دولار، لا يوجد مستشفى يعالج فيه الرئيس. مش فقط الرئيس، قبل حوالي 9 أشهر أو سنة مات جنرال، مات في فرنسا. الجنرال هذا هل تعرفون من هو؟ مدير مستشفى عين النعجة. مدير مستشفى عين النعجة مات في مستشفى فرنسي. يعني المفروض أن مستشفى عين النعجة هذا من أفضل مستشفيات في الجزائر، والمفروض أنه مخصص لكبار القوم، خاصة لكبار العسكريين، يعني مساكين صغار العسكريين وصغار الضباط وكذا، قليل وين يصح لهم غير اللي كانت عندهم معارف. لكن مع ذلك مدير مستشفى عين النعجة الجنرال كذا فلاني لا يموت في مستشفاه اللي هو المفروض راه مشرف عليه، إنما يموت في مستشفى فرنسي. لماذا؟ لأنه يعرف، هو يعرف الغش الموجود داخل المستشفى، يعرف عدم الكفاءة الموجودة، يعرف أن بعض الأطباء لا ما كانش لازم يكونوا هناك، ليس كل الأطباء، بعضهم على الأقل، أن بعض الممرضين، بعض المشرفين يعرف، ولذلك هو يخشى خشيا أن يموت في المستشفى الذي هو يشرف عليه وراح مات عند الفرنسيس. إذن قلت هذا بوتفليقة بعد 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 20 سنة لا يجد مستشفى لا ليه ولا لأنصاره، كل المجرمين اللي اليوم راهم على رأس المناصب، سواء كانوا في مناصب إدارية أو مدنية أو عسكرية، أو لا يجدون، ويروحوا كلهم يتعالجوا في الغرب، خاصة في فرنسا. لماذا ذهب إلى جنيف؟ ذهب إلى جنيف أولا لأن فالدوغراس غلق المستشفى العسكري الفرنسي اللي كان يعالج فيه قبل سنوات، غلق قبل سنتين أو سنتين ونصف، وحرم بذلك عبد العزيز بوتفليقة من أن يعالج تحت رعاية العسكر الفرنسيين والمخابرات الفرنسية. الأمر الثاني أنه يروح هناك ليعملوا له دوباج بكل ألم وبكل أسف. كما ترون عبد العزيز بوتفليقة عايش بالدوباج، يريدون أن يبقوا عليه إلى أقصى ما يمكن حتى يتم الاستفادة من منوره، هو غطاء، ومن خلفه ومن وراءه ومن بعده جماعات إجرام، جماعات نهب، راكم شفتوا وصلوا إلى الكوكايين. يعني لم يعد، يعني الآن أي وصف لهم فوق الكوكايين لم يعد في محله. فهو يذهب هناك لإجراء عملية دوباج، جنرال دوباج، يعني دوباج جنرال، يديروا يديروه له باش كاش ما يجدوا له بعض الأشياء يبقى هكذا، لما يقدروا يخرجوه مرة في الشهر، مرة في الشهر ونص، يخرجوه للتلفزيون باش يظهر وأنه ما زال حيا، ما زال حيا. بطبيعة الحال من حين لآخر يجيبوا الأخضر البراهيمي باش يجلس معاه 5 دقائق، ويخرج الأخضر البراهيمي يقول وجدت الرئيس يفكر مليح ويتكلم مليح ويتكلم عن الرئيس. يعني الرئيس لا يخرج لنا باش هو يتكلم أو يقول 2 كلمات، لكن يجيبوا واحد مثل الأخضر البراهيمي اللي عاش دائما يأكل من موائد الحكام ويتلصص على موائد الحكام، يجيبوه يخلصوا له فيرست كلاس، وممكن 10,000 أو 20,000 أورو هكذا في انفلوب، ويحطوه في 5 ستار فندق 5 نجوم أو في جنان الميثاق، ويخرج يقول لنا عليه. المهم هذه المرة اضطروا أن يروحوا يعملوا له دوباج جنرال. هل كانوا مضطرين؟ نعم كانوا مضطرين، لأنه الحالة الصحية نتاعو تسوء. البعض قال لي هاكم قلتوا راهو كان في وضع سيء بصحة ورجع. طيب رجع كيفاش رجع؟ ممكن راه رجع، يقدر يكون رجع ميت ونحن لا نعرف. المهم قالوا رجع. هم اللي راهم يقولون كيف حاله، يعني ماهيش ما فيش جهة خاصة يأتمن لها الشعب الجزائري تنظر في وضعه أو أبدا. لماذا لازم يروح لسويسرا؟ لأنه الدوباج اللي يديروه له الدوباج لوكال ما يفيدش دائما، يعني يبقاو يديروا له عنده ديزانجيكسيون، يجوه عنده أطباء خاصين يجيبوه من سويسرا، أحيانا يجيبوه من فرنسا، لكن أحيانا يحتاجوا أدوات خاصة.
آخر ما أنتجته التكنولوجيا الغربية من أدوات الطبية حتى يستطيعون أن يبقوا على شكله. واحد المسخرة، واحد الاستهزاء بالشعب الجزائري لم يسبق له مثيل. ما فيش مكان في العالم لا قديما ولا حديثا ولا أن يكون واحد يقول أنه رئيس يعني رئيس الجمهورية يعني منتخب ويتم الموضوع بالطريقة اللي راه يتم بها الآن. ما فيش يعني حجرتهم للشعب الجزائري بهذه الطريقة راح تنذر بأشياء مرعبة في المستقبل. طريقتكم هذه اللي راكم تتعاملوا بها الشعب الجزائري هذه يجي لحظة أولا لما يكتب عليها التاريخ راح يتوقف طويلا التاريخ أمام هذه العبث اللي راح حدث اليوم، ويتساءل أين كان الناس أهل هذه البلد مثلا أشرافه أخياره رجاله نساء الشرفاء فيه الأحرار فيه، وين كانوا كي كانت مجموعة من مجرمين ولصوص وقتلا يتصرفوا في البلاد بهذه الطريقة. سيتوقف التاريخ طويلا وطويلا جدا حول هذا الموضوع. ربما عاد ما زال في وضع سيء بطبيعة الحال، وأنا أتحديتهم وما زال أتحداهم إذا كان في وضع يستطيع أن يقول فيه 4 كلمات فقط فنحن سنعتبر أن الرجل جيد. خرجونا فقط يقول بدل ما يطلع ويحيى وولد عباس وكل سفهاء اللي راهم اليوم يملؤون القنوات صياحا وصراخا، بدل ما يطلع واحد منهم ويقول عهدة خامسة وعهدة خامسة، جيبوا لنا الرئيس يقول والله أنا حاب نروح عهدة خامسة يا جماعة. صحيح أن الدستور اللي راه قايم اليوم يقول عهدتين، لكن أنا هذا الدستور تعدل مؤخرا فقط وأنا أريد أن أذهب لعهدة خامسة. هذه ما يقدرش يقولها. عاد بوتفليقة ولتعود معه استكمال ما يحدث. المهم في هذا الموضوع هو أنه قايد صالح سيكمل ما يجري. شوفوا إخواني، لم يحدث أيضا في التاريخ البشري خاصة في التاريخ المعاصر عندما قامت الدول وأصبحت لها جيوش أن أقدم قائد الجيش على الإطاحة بعدد هائل بهذا العدد الهائل من الجنرالات داخل الجيش، وأيضا جنرال البوليس، جنرال الدرك، عدد كبير من محافظي الشرطة لكوميسار إلى آخره، عدد كبير من ضباط الدرك. لم يسبق أن حدث هذا في بلد إلا في حالة الحروب أو في حالة ينهار فيها النظام كلية، لكن يعود النظام قائم ويقدم على هذه قطع الرؤوس هذه ما كانش. السؤال الآتي هو إذا كانوا هؤلاء فاسدون لماذا تأخرتم كل هذا الوقت لتغييرهم؟ وإذا كانوا صالحين، إذا كانوا هؤلاء صالحون فلماذا تسقطوهم بهذه الطريقة؟ إذا كانت قضية الكوكايين هي التي فتحت كل هذا، هل هذا يعني أن عشرات الجنرالات، أقول جيدا عشرات الجنرالات، أنا كنت حدثت لكم فقط على الأهم في التدخلات الماضية، لكن عشرات الجنرالات يتم الإطاحة بهم بهذه الطريقة، وعشرات كبار الضباط بهذه الطريقة، وعشرات محافظي الشرطة بهذه الطريقة، ماذا يحدث؟ سو الملاحظة الثانية هو أنك لو أننا في شركة، خلونا ما نقولوش في دولة، شركة فقط، وأقدم المدير العام على الإطاحة بأهم المدراء مثلا، الآن من 5 نواحي تم تغيير، من 6 نواحي عسكرية تم تغيير 5، 4 أطاحوا بهم وواحد تمت نقله من ناحية إلى ناحية، واحد فقط اللي هو الجنرال عثمانية اللي الناحية العسكرية قسنطينة اللي ما تغيرش. عدد كبير من المدراء، مدير المالية هذا بوجمع بودواور، مدير البيرسونال مقداد كذا، مدير كذا، مدير الأمن العسكري، الحرس، القائد القوات البرية، كلهم تمت الإطاحة بهم. لو جينا شركة فقط وتمت الإطاحة بمدراء
خمس مدراء من أو أربع مدراء من ستة وكذا شيفت سيرفيس وكذا كذا، الشركة هذه تصبح في حالة فوضى، تصبح في حالة ارتجاج، في حالة قلق. هذا هو اللي حدث اليوم، هذا هو اللي حدث اليوم. يعني الأخبار التي تصلني من قلب القلب انت العسكر انت الجنرالات، هذه الأخبار تقول لي أن هناك امتعاض وهناك انزعاج وهناك قلق، حتى الذين لم يسقطوا يتخوفون أن يتم إسقاطهم، وهناك إشاعات تملأ، إشاعات تملأ الثكنات، إشاعات تملأ وزارة الدفاع، إشاعات تملأ المراكز الحساسة في المخابرات في غيرها، إشاعات حتى عند المدنيين، إشاعات تملأ كل شيء. فالبلد كله اليوم إشاعات، ولذلك أنتم كنتوا شفتوا الإشاعات اللي فاتت هذه اليومين، أنه بوتفليقة مات، أنه الآخر هرب، أنه فأصبحت الجزائر بدل ما يكون هناك إعلام والناس تثق في الإعلام، مثلا في التلفزيون الرسمي أو في تلفزيونات البقارة اللي راهم هناك أو في المواقع، أو ليس هناك شيء بالنسبة للناس، ليس هناك شيء مؤكد، كله إشاعات، كاين منها الصحيح وكاين منها الخاطئ، كاين منها اللي فيه جزء صحيح وكاين اللي أكثر خاطئ، كاين اللي أكثر صحيح وجزء خاطئ، وهكذا. هذا نابع من فقدان الثقة ما بين الحاكم والمحكوم، ومن عملية ما زالت مستمرة بالمناسبة في اليومين القادمين أو في الأسبوع القادم على الأقل، سيحدث إطاحة بجنرالات آخرين، على الأرجح منهم بن علي بن علي اللي كنت حدثتكم عليه أكثر من مرة، ستتم الإطاحة به، وآخرين، آخرين ليس فقط هو، آخرين سواء في جنرالات الرئاسة أو في جنرالات الدفاع والأركان. وعلى ذكر جنرالات الدفاع والأركان، أفتح قوس هنا صغير وأعود فيما بعد للحديث. كتب لي واحد تعليق يمتعب فيه ويقول أنت كيف فعلت هذا وهذه خيانة، ولماذا ذكرت أسماء الجنرالات وأسماءهم وهكذا، راك تمد في المعلومات بدون مقابل للدول اللي راهي تتربص بينا وللمخابرات العالمية إلى آخره، كلام كثير عجيب. قلت أنا هذا الإنسان وين عايش؟ إذا كان الناس مازال تفكر بهذه الطريقة ومن خلاله هو الرد عليه، بالرغم أني ما نحبش الرد على كثير من الناس خاصة لما يكونوا بهذا العقل المتخلف، يعني باش ما ضيعوش وقتنا كثير، قلت هذا الإنسان وين عايش؟ يعني هل تعرف أن المخابرات الخارجية اليوم، أكبر دول المخابرات الخارجية، تشتغل في الجزائر وبموافقة السلطات الجزائرية؟ واللي حب يتأكد من هذا الموضوع يرجع إلى ما قاله ينور الدين زرهوني في 2008 2009 و2010 قبل إسقاطه في مايو 2010، قال فتحنا للمخابرات الأمريكية مكاتب لها هنا، وقال نعم هم يشتغلون، فتحنا للإف بي آي وللسي آي آي وللمخابرات الفرنسية والإسبانية والإيطالية، فتحين لهم مكاتب، مش فقط أحيانا المكاتب اللي داخل السفارات، لا، فتحين لهم مكاتب وعندهم اتصالات ويعرفوا ضباطهم، وممكن أحيانا يعرفوا حتى العملاء انتاحهم. مرة اتصل بي واحد هنا في بريطانيا جزائري مصدوم، تحصل على رقمي واتصل بي، ففي الحديث قال لي اتصلوا بي المخابرات البريطانية باش يشغلوني، باش يشغلوني عميل عندهم. قال لي فما عرفتش كيفاش، قال لي قلت لهم انا ما نقدرش وكذا، وانا انا مانيش عميل وانا جزائري الى اخره. قال لي من بعد فكرت اني نروح للسفارة الجزائرية فرحت، قال لي ولما قلت لهم اريد ان نشوف واحد مسؤول عسكري جاني، قال لي جاني مسؤول، قال انا مسؤول مخابرات هنا. قال لما بديت نحكي معاه قال لي لا مش انا المسؤول، انا النائب نتاعو، خلينا ناخذك للمسؤول. قال لي فاخذني المسؤول، قال له انا العقيد الفلاني كذا، رئيس مكتب المخابرات هنا في السفاره الجزائريه في لندن. قال لي رويت له القصه، قلت له شوف راهم يحبوا يخدموني عميل عندهم، وانا انسان شريف، انا انسان حر، انا لا اريد ان اخدم هذاك، فمن فضلك حموني. قال لي صدمت انه قال له كيف ولماذا لا تشتغل معهم؟ هذو أصدقاء نشتغل معهم، وراء المشكل.
قال لي ما عرفتش كيفاش نرد عليه. يعني قال لي انا كنت نعتقد انه سينزعج ويغضب ويقول لي اعطيني خليني نشوف نعمل اتصالات الى اخره. قال لي فاذا به يقول لي ولماذا اشتغل معهم. هذه هي بكل اسف والم. وهذه القصه ترددت كثيرا، يعني هذا مره حكاها لي واحد مباشره، لكن اللي حكاوها لي بطريقه غير مباشر وفي عده اماكن، يعني في فرنسا، في بلجيكا، في سويسرا، في بريطانيا، في اكثر من مكان. يفر الانسان الجزائري الى سفارته فيقولوا له ولماذا تشتغل معهم، لماذا لم تشتغل مع المخابرات الفرنسيه او البلجيكيه، لماذا؟ هذو اصدقائنا يعني. قال طلبوا منك تتجسس على المسجد الفلاني، يروح تجسس، اعطي لهم المعلومات، ورا المشكل. نعم، هذه حقيقه، وحقيقه مؤلمه ومره، ولكنها هذه هي الحقيقه بكل اسف يعني. فقلت نعود لهذا الشخص اللي قال لي راك كتبت عليهم وهذا. يا اخي هؤلاء راهم يعرفوا كل شيء، كل شيء. المخابرات الخارجيه تعرف كل شيء من خلال سفاراتها، والمناسبه راهم بعضهم راهم يتابعوا فيا الان واش راني نقول، مثل ما راهم يتابعوا ابناء جنرالات. واحد بعث لي قبل فتره اسماء مجموعه، قال لي هذو كلهم يتابعوا فيك على اللايف. قلت له مرحبا بهم، ما عندناش مشكله، حتى ربما اسماء مسؤولين باسماء مستعار، ما عندناش مشكله، احنا فليستمعوا، نحن كل شيء مفتوح معلن، نقوله صراحه وبكل شفافيه، بل بالعكس نتمنى لابناء الجنرالات وابناء المسؤولين ان يكون فيهم الاحرار والشرفاء، فلا يكونوا مثل ابائهم الخونه، وان كان ليس كل الجنرالات خونه كما قلتها ورددها دائما. إذا الأسماء تاع العسكريين ونتاع كبار المسؤولين في الجزائر ما عندهمش أسماءهم فقط، عندهم أسماءهم وعندهم رتبهم ووظائفهم وبنوكهم وين هي ونسائهم وهما وين يروحوا يسهروا وين يروحوا يسكروا ومع من يمضون، عندهم كل شيء عليهم، عندهم تفاصيل التفاصيل. الشعب الجزائري هو الذي لا يعرف. وأنا لماذا ذكرت أسماءهم وذكرت وظائفهم للمرة الماضية وما زال سأعود إليهم، يعني ما زال حديث طويل في تلك القوائم، لأنه فقط باش يعرفوا شيء، لن تقوموا بما قمت فيه في التسعينات مرة أخرى، لن نقبل أن تحدث مجازر وقتل واختطافات واغتيالات للشعب الجزائري مرة أخرى. الجزائريين سيعرفون من هم المسؤولين، وأنتم هاكم تعرفوا من أنكم معروفين، وإن شاء الله أنا سأنشر هذه القوائم بالأسماء وبالتفاصيل، سننشرها بالوثيقة مش فقط كلام. هذا هو الهدف. والهدف الثاني الشفافية، بما أنكم تتدخلون في الشأن السياسي فيجب أسماءكم أن تعرف. لو تبقوا في المجال العسكري نتاعكم وما تدخلوش في المجال السياسي وفي حياة الناس اليومية وفي صناعة الرئيس وصناعة الوزير وصناعة الوالي وصناعة حتى رئيس البلدية، فإن سنحترمكم وسندافع عنكم وسنحميكم، لكن إذا تدخلتم فإننا بكل تأكيد سنتحدث عنكم. إذن إخواني لا تعتقدون أن الآخرين نايمين على، راهم عارفين كل التفاصيل. وبكل ألم وأسف بلادنا اليوم راهي مخترقة، ومخترقة بشكل رهيب، مخترقة من طرف طوائف دينية ومن طوائف عرقية ومن جهات مخابراتية ومن جهات النهب العالمي، لأن النظام ضعيف، والنظام ضعيف ما دام ضعيف لم يستطيع أن يحمي الدولة، بل أصبحت الدولة أسيرة لهذا النظام الضعيف وأصبحت مخترقة. وعندما تخترق الدولة يخترق المجتمع بطبيعة الأشياء وبطبيعة الأحوال. عودة إلى نقاشنا. إذا قلت هناك اليوم كثير من الإشاعات، كثير من الأخبار، كثير من الحديث، منها الحديث أن قايد صالح قد يصبح وزير الدفاع، وأنه ربما تتم الإطاحة بكذا برئيس الحكومة. أنا هذا الكلام تقريبا كنت تكلمته من قبل. بطبيعة الحال قايد صالح يريد أن يكون وزير الدفاع، بل بالعكس قايد صالح من حين لآخر تمر الفكرة لما لا أن يكون حتى رئيس، وهو يرى أن السيسي مثلا الذي قام بجرائم أمام العالم وقتل الناس وقام بانقلاب عسكري هاو رئيس، هاو الغرب راضي عليه وما عندوش مشكلة إذا كان عسكري. أما إذا كان من حيث السن هاو في السبسي 93 سنة، الانتفاضة التونسية قاموا بها الأحرار، قاموا بها أغلبيتهم شباب، لكن ها هم الشيوخ على رأس البلاد وخاصة السبسي،
فقايد صالح إذا كان في السن فهو أصغر من السبسي، وإذا كان في العسكرية فهو مثله مثل السيسي، بل بالعكس هو على الأقل الآن لم يقتل مباشرة، كان يقتل في التسعينات فقط. فهو يريد حتى لو كان يكون رئيس، لكن شخصيته الضعيفة، تكوين محدود، خطاب الأسلوب الخطابي الضعيف لا يمكنه ولا يؤهله ولا يشجعه على أن يكون. يريد أن يبقى يصنع الرؤساء، أن يكون مثله مثل الضباط الكبار اللي سبقوه سواء 92 أو 62 أو في 79 أو اللي صنعوا الرئيس. نعرفوا كيفاش يصنع الرئيس كل مرة. في كل مرة لم يسبق لحد الآن الشعب الجزائري أن اختار رئيس حقيقة باختيار طبيعي، لم يحدث منذ 62 بكل ألم، لأن كبار الضباط يعتبرون الجزائر ملكهم، شيءهم الخاص، الدولة تاعهم. وكما قال أحد كبار المؤرخين الجزائريين، قال إذا كان لكل دولة جيش فإن لجيش الجزائر دولة. طبعا عندما أتحدث هنا على الجيش الجزائري أنا أتحدث على الضباط الصغار، ولا على صف الضباط ولا على الجنود، هذا مسكين مساكين هم في أن يرثى ويرثى له. إذن قايد صالح إذا استطاع أن يكون حتى رئيس سيكون، لكن قناعتي أنه لن يخاطر بذلك، لأنه يعرف أيضا لما يكون رئيس ويخلي منصب الدفاع ومنصب قائد الأركان وكذا يجوا آخرين ممكن يطيحوا به، فهذه مش كثير. هو يريد أن يكون وزير دفاع، واعتقادي أنه قد يعلن وزير دفاع في الأسابيع القليلة القادمة، قد يعلن أن يكون هو وزير دفاع. ولكن لديه مشكلة، يخشى أنه إذا عين وزير دفاع أن يقولوا له أترك قيادة الأركان. هو لحد الآن عمليا راه يمارس في منصب وزير دفاع وهو نائب وزير الدفاع، لأن وزير الدفاع بوتفليقة وبوتفليقة محنط، فهو سعيد يمارس في المهام المدنية أنت عبد العزيز بوتفليقة، وقايد صالح يمارس في المهام العسكرية في المطلق. فهو يخشى أن يفقد منصب قائد الأركان، لذلك يريد أن يجد حل كيف يصبح وزير الدفاع ويبقى قائد الأركان أيضا. الوحيد اللي كان وزير الدفاع وقائد الأركان في نفس الوقت هو هواري بومدين بعد انقلاب زبيري في ديسمبر 67. في 65 بومدين عين زبيري خلفا له، عين زبيري، كان زبيري قائد للأركان وتركوا قائد للأركان بعد ما حدث الانقلاب. لكن في ديسمبر 67 كما تعرفون قام طاهر زبيري بمحاولة انقلابية. عندما قام بمحاولة انقلابية وفشلت المحاولة الانقلابية لأن الطائرات الروسية تدخلت وقصفت الزاحفين بالدبابات في العفرون بشكل أساسي، وهكذا أنقذت نظام بومدين، فإن ما تظنوش باللي الروس أول مرة راهم ينقذوا في بشار، لا، في الحقيقة الروس أنقذوا نظام هواري بومدين من انقلاب طاهر زبيري، ولعبوا دور رئيسي، طائرات لعبت دور رئيسي في تدمير الدبابات التي كانت تتجه إلى العاصمة في ديسمبر 68. هناك أبقى بومدين على قيادة الأركان تحت يده، كان رئيس الدولة وكان رئيس مجلس الثورة وكان رئيس مجلس الوزراء وكان وزير الدفاع وقائد الأركان. ربما قايد صالح يريد أن يبقي على قيادة الأركان، يجب أن يلقى صيغة، بحيث لأنه عندما يحافظ على قيادة الأركان بمعنى يحافظ على التحرك العسكري يكون تحت يده، لأن قائد الأركان هو الذي ينسق كل التحركات العسكرية في البلاد. فهو إذا استطاع أن يجد حل لموضوع قيادة الأركان، يضع فيها واحد من أقرب مقربيه يأتمن له، أو يبقيها هو وزير للدفاع وقائد الأركان، سيكون. أما أويحيى، أويحيى يتم إطاحة به في أي وقت، وكثير من الناس يسألون عليه، لا، أويحيى لا يساوي شيء يا إخوان. أويحيى هو أحد الوجوه القذرة، هو من بين أقذر الوجوه وصاحب المهمات القذرة، هو الآن مكلفين بمهمة تفقير الشعب، هو عنده نظرية جوع كلبك يتبعك، فهو قاعد يطبع في الدينارات، يطبع في الأوراق في الفلوس،
وكل ما طبع أوراق أكثر كلما انخفضت الأسعار، انخفضت القدرة الشرائية وارتفعت الأسعار. هذا الدور تاعه، سينتظرون، سيتركوه يكمل دوره، لكن مع بروز موضوع الكوليرا فعلى الأرجح، على الأرجح أن يتم تنحية ويحيى في سبتمبر أو أكتوبر. لكن راح نشوفوا، إذا شافوا باللي زاد الاحتجاجات مع الدخول، نحن نتوقع دخول ساخن جدا، ربما مش في الأسبوعين ثلاثة الأولى تاع سبتمبر، لكن ابتداء من نهاية سبتمبر بداية أكتوبر سيكون الدخول الاجتماعي هذه المرة من أسخن ما شاهدته الجزائر. فربما في تلك اللحظات سيقومون بمناورة يتم من خلالها سحب ويحيى والإتيان بآخر بدله. من بين الأسماء المقترحة كثيرة كثيرة، لكن قبل ما نروح لأسماء رئيس الحكومة، لأن هذا مش مهم جدا، خليني نرجع لكم، لأن المرة الماضية تكلمت على زوج سيناريوهات انتع ماذا يمكن أن يحدث، سيناريو بوتفليقة ميتا، سيناريو بوتفليقة حيا، وقدمت في كل سيناريو ثلاث احتمالات، وكان هناك سيناريو ثالث قلت لكم سأتحدث عنه المرة القادمة. هذا هو المرة اللي قدمت راح نتكلم عليها، وبعد هذا سأحدثكم عن الأسماء اللي ربما ستكون بديل لبوتفليقة المحنط، بديل رئاسي يعني. إذن قلت السيناريو الثالث هو الآن الأبعد، لكن لديه أيضا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول، تكون هناك احتجاجات شعبية، عصيان مدني، انتفاضات هنا وهنا، يحدث فوضى في البلاد، أو تحدث نوع من الثورة، أو تحدث يسقط النظام كما سقط بن علي في تونس، أو كما سقط مبارك، ويهرب من يهرب، يعتقل من يعتقل من المسؤولين، وهكذا تعود ويأتي الشعب فهو يختار من يحكمه. هذا أحد الوجوه من السيناريو الثالث. الوجه الثاني، يحدث انقلاب عسكري، انقلاب عسكري ليس من الساقطين في قبل 2015 ولا من الساقطين حديثا، هذون كنا تكلمنا عليهم في السيناريوهات السابقين المرة الماضية. لا، يحدث انقلاب عسكري من قوى عسكرية شريفة حرة، يرون شباب ربما يكون أغلبهم بين رتبة رائد وكولونيل، قد يكون معهم جنرال هنا وهناك، يقدمون على انقلاب عسكري، وهم يرون أن البلاد تتجه إلى كوارث حقيقية، خاصة إذا شافوا من أن القيادة العسكرية نتاعهم مصرة على الذهاب ببوتفليقة إلى عهدة خامسة. في هذه الحالة ممكن أن يحدث هذا. والوجه الثالث للسيناريو الثالث، تحدث انتفاضة إما مدنية أو عسكرية. الآن نعرف أن هناك غضب شديد وشديد جدا داخل الثكنات، فممكن يحدث غضب، يخرج ناس، مثل مثلا ما حدثت انتفاضة البوليس العسكري، كانوا عسكريين لكن كانوا يشتغلوا بوليس في مصر في 77، يحدث ذلك، تخرج الناس تناصرهم، فهذا يعني بمعنى أنه يحدث شبه انقلاب على من القواعد، وليس من ضباط معينين يقدمون على انقلاب، وإنما احتجاجات نتيجة للغضب المتصاعد داخل الجيش فيحدث ذلك. فنحن إذن هنا أمام سيناريو ثالث، هذا هو السيناريو المستبع. السيناريو الأول والثاني اللي حدثتكم عليهم المرة الماضية هما الأقرب في هذا اللحظة، في هذه الظروف، في 2 سبتمبر، اليوم 2 سبتمبر، أقرب إلى الحدوث هو أن يتم يخرج يقول أن بوتفليقة يقرر أنه لن يذهب إلى عهدة خامسة، وأنه يترك البلاد إلى شخص آخر، وأنه كذا كذا. في الحقيقة يكون هذا هو الأقرب إلى الحدوث الآن، أو المادة 102، لكن أقرب إلى الحدوث الآن هو هذا، أنهم يخرجوا 4 أسابيع ويقولون أنه هو قرر، يصدر بيان من رئاسة الجمهورية أن الرئيس بوتفليقة يقرر الاستقالة، ويكون ذلك في واقع الأمر
بوتفليقة يريد أن يموت رئيس، وإنما يكون ذلك ضغط يحدث له داخل النظام من طرف كبار الضباط، وبعد ما يتأكدوا أن فرنسا وأمريكا لا تريده رئيسا، لأن الموقف الأمريكي والفرنسي حاسم في موضوع العهدة الخامسة. ولذلك أنتم تشوفوا فيهم هذا التهريج كلهم اللي رهم دايرينه على العهدة الخامسة. العهدة الخامسة يريدون أن يقنعوا الأمريكيين من أن الشعب الجزائري هو من يريد، والفرنسيين أن الشعب الجزائري هو من يريد بوتفليقة. طبعا الأمريكيين يعرفون جيدا، الأمريكيين لديهم عيونهم وجواسيسهم وسفارتهم ومراكز مخابراتهم ومراكز دراساتهم و و و ويعرفون حقيقة ما يجري في البلاد، والفرنسيين أدرى من الأمريكيين. حتى الفرنسيين عندهم جواسيسهم بالآلاف، وبكل أسف من الجزائريين أغلبهم يعني بكل ألم يعني، فهم يعرفون. إذن لأنه لما تكلمت على السيناريو الأول والثاني المرة الماضية، البعض ربما تلبست عليه الأمور، وكان قال لي كيفاش مرة تقول أنه لن يذهب إلى عهدة خامسة، مرة تقول أن ذلك ممكنا. أنا قلت الاحتمالات، بمعنى أن هذا احتمال أكبر، هذا احتمال متوسط، هذا احتمال أقل، لكن أعطيتكم كل الأوجه. الآن هني أقول لكم الوجه اللي ربما يعني هو الأقدر على الحدوث في قناعتي، في من وجهة نظري، أنهم من هنا إلى نهاية العام، من هنا إلى ديسمبر على أقصى تقدير، يخرج بيان يقولون فيه الرئيس بوتفليقة يقرر الاستقالة. هذا إذا ما ماتش من هنا إلى ذلك الوقت، يقرر الاستقالة وتسليم مشعل للشباب إلى آخره، كل هذاك البلا بلا، كل هذيك لغة الخشب اللي احنا متعودين عليها، نتيجة لضغط خارجي ونتيجة لضغط الشعب الداخلي، ضغط المجتمع، نتيجة لقلق فالجنرالات يقررون من أنه بدل ما أن يسقط النظام يقدمون على تغيير الواجهة، يقدمون على إعادة إنتاج النظام بدون بوتفليقة، يزيحون بوتفليقة وأخوه ومن معه ويظهر ويأتون بواحد. من يأتي؟ هذا أيضا سؤال الآن يطرح بكثرة. من هو؟ كثيرين يقولون من تعتقد أنه يكون الرئيس؟ شوفوا يا إخواني، لحد الآن قايد صالح ومن معه من كبار المجرمين اللي هم راهم اليوم يقرروا في البلاد لا يعرفون من هو الرئيس القادم. لا أحد يعرف، لا بشر يعني، لا بشر يعرف من هو بالضبط الرئيس القادم. هذا يتوقف على جملة من التفاعلات، جملة من التداخلات، جملة من الضغوطات، جملة من الأحداث، جملة تتحرك الأمور. مرة الماضية قلت لكم أن شنقريحة مثلا، جنرال شنقريحة قائد ناحية العسكرية الثالثة، حتى قبل أسبوع كان سيتم الإطاحة به وطرده مثل الجنرالات اللي تم طردهم. في لحظة معينة ونتيجة ضغوطات معينة وتوازنات معينة تم سحبت الإطاحة وتعيينه في منصب أعلى. إذا نحن أمام أحداث متراكمة ومتحركة، ولذلك ما أقوله لكم اليوم يصلح في هذا الوضع الذي بالمعطيات الموجودة وبالتحليل الموجود، لكن ممكن بعد أسبوع تتغير الأمور فيكون لنا حديث آخر. لكن لحد الآن في هذه الظروف لا أحد يعرف. لكن من أكثر الأسماء اللي قايد صالح الآن مدام هو رب العسكر الآن وهو المتربب على السلطة كما قال رجل عظيم بالقاسم مولود نايف قاسم، عنده كلمة يسميها يترببون علينا. هذا المتربب، وهي كلمة صحيحة وليس فيها شكل أي إشكال من ناحية الدينية بالمناسبة يعني، هذا المتربب اليوم، هذا المتأله يعني مثل كلمة يتأله، هذا المتأله اليوم قايد صالح العابث في البلاد، ناهب الذهب من الصحراء، ناهيك على الأموال تاع التسلح، والمرة الجاية إن شاء الله ممكن أحدثكم على التسلح مع روسيا وما ينهب منه يعني عندما أجد وقت لذلك. قلت هذا يفكر لو يستطيع أن يأتي بعبد المجيد تبون. تتذكرون من هو عبد المجيد تبون؟ المرة الماضية وضعوه رئيس وزراء في ماي 2017 وأطاحوا به في منتصف أوت 2017، يعني قعد 80 يوم تقريبا كرئيس وزراء. هذا صديق للقايد صالح، يسهر معه، يسكر معه،
يلتقي معه، يضحك معه، فهو صديق له، مثله مثل سعداني بالمناسبة. وسعداني بالمناسبة ممكن يرجع لأفلان، وإذا ما رجعش هو يرجع أحد الأقرب المقربين منه في مكان ولد عباس. فلو يستطيع قايد صالح فإنه سيضع عبد المجيد تبون. لكن عبد المجيد تبون عنده مشكلة، مشكلته أن ابنه متورط، أحد أبنائه متورط في عملية الكوكايين هذه المرة، وكانت كتبت عليها حتى صحافتهم هناك، وسربت لها الأسماء، ومن بين الأسماء قالوا أحد أبناء عبد المجيد تبون متورط في قضية الكوكايين. كيف سيجد لها حل قايد صالح؟ لا أعرف، لكنهم سيسعون، لأنه إذا استطاع أن يأتي بتبون ويضعه رئيس فإنه سيربح بعض الوقت وبعض الشعبية. بعض الناس في الجزائر يعتقدون أن تبون كان حاول يدير شيء مليح وطحت بعصابات رجال المال حداد بشكل خاص ومن المجموعة اللي كلها معاه، وبالتالي هو ناس ملاح يعني. في الحقيقة لا، تبون فقط جاء لإنقاذ النظام من نفسه، من المتوحشين داخله اللي استفزوا الشعب الجزائري، لكن مع ذلك لم يسمحوا له بالاستمرار وأطاحوا به بتلك الطريقة المهينة. فقايد صالح يعرف أنه لو يأتي بعبد المجيد تبون فإنه قد يستطيع أن يمرر الرئيس القادم بطريقة أقل توجس. لكن كما قلت، من بين المشاكل اللي عند تبون عنده مشاكل أخرى، لكن أهم المشاكل اللي عنده الآن هي مشكلة أن ابنه متورط، أو أحد أبنائه متورط في قضية المخدرات. ما هي الأسماء الأخرى؟ من بين الأسماء الأخرى الممكنة جدا هو مولود حمروش. مولود حمروش رئيس حكومة سابق ما بين 89 و91، وكان حدث عليه انقلاب في جوان 91 قبل انقلاب جانفي 92، وأطاح به الجنرالات آنذاك لأسباب متعددة. سيأتي وقت وإذا ظهر أنه أصبح هو المرشح الأول للعصابة الحاكمة سنحدثكم عليه بشكل مطول وبالتفاصيل. إذن من بين الأسماء مولود حمروش. من بين الأسماء أيضا الذي يجري تداولها أو يفكرون ربما فيها بن بيتور. بن بيتور هو أيضا أحد الأسماء، لأن بن بيتور في مخيلة الجزائريين اللي يعرفوا شوي يعني، اللي يتابعوا، مش كل، لأنه راهو الآن بعيد على العمل السياسي منذ سنوات، لكن اللي يعرفوه هو أنه بن بيتور كان من الشخصيات القليلة في تاريخ الجزائر التي استقال. بن بيتور كان رئيس وزراء بوتفليقة ما بين، إذا كان ذاكرتي جيدة، ما بين عندما جاء بوتفليقة ثم إلى 99 إلى 2001 أو نهاية 2000، لست متذكر جيدا. المهم، أول وزير أول لبوتفليقة أو أول رئيس حكومة في عهد بوتفليقة منذ أن عينوه، منذ عينات الدبابات 99، كان بن بيتور. فبن بيتور موجود كأيضا أحد الأسماء اللي ممكن يفكروا فيها. هذا إذا شئنا التفكير العقلاني، لأن داخل قايد صالح ومن يحيط به مجموعة الجنرالات، في من يفكر بطريقة عقلانية ويقترح أشياء عقلانية ومنطقية، وفيه من هو منقطع تماما عن الواقع وعن ما يجري في البلاد، انقطاع وجداني، انقطاع زماني، انقطاع مكاني، وينظرون للشعب هذا غاشي نظرة استعباد عبيد. عندهم أسماء أخرى كثيرة بما فيهم سلال، يعني في بعض منهم من يتحدث حتى ولما لا سلال يعني. لكن في اعتقادي أنه هذه الأسماء الثلاثة هي الأكثر وجود. موجود طبعا أيضا من يقترح شكيب، لكن شكيب في مخيلة الشعب الجزائري أنه لص وأنه سارق، وحتى رسميا كانت النظام الجزائري لما كان توفيق هو المتربب وهو المتألف في البلاد وهو رب الجزائر، كان أصدر كما تعرفون حتى مذكرة دولية لملاحقته في الأنتربول. إذن لكن يبقى مطروح، حسب ربما الأمريكيين يضغطوا بقوة، إذا الأمريكيين ما صارتش عندهم فوضى نتيجة لما يفعله ترامب، فإنهم ربما يكون شكيب أحد الأسماء. وطبعا
يمثل المصالح الأمريكية بشكل رئيسي. الأغلبية الآخرين يعني قد ترضى عنهم ربما فرنسا. البعض أحيانا يسألني يقول لي فلان نجاز بوضياف ناصر بوضياف فلان فلان الانتخابات. شوفوا يا أخوان، أي واحد يدخل هذه الانتخابات في هذه الظروف، في الظروف اللي قايد صالح والجنرالات هم الذين يصنعون الرؤساء، فعرفوه أنه مهرج. أي واحد يتحدث عن الانتخابات عرفوه أنه مخادع. أي واحد يتحدث عن الرئاسيات والترشح وعرفوه بأنه يكذب عليكم بغض النظر على اسمه. قد يكون هو شخص جيد في الأصل يعني، لكنه قد يكون مستغفل مستهبل يعني. يعني يرى أن هما جابوا بوضياف وقتلوه عندما بدأ يخرج لهم على الخط، وهو يعتقد أن يجي فلان أو فلان أو فلان يجي ويحطوه رئيس. ما فيش، اللي يجيبوه رئيس هو اللي يخدم مصالحهم واللي يدافع عن مصالحهم. أن تستمر هذا الوضع، يستمر النهب، اللصوصية، السرقات، كل هذا يستمر، فلازم يجيب واحدها. فإذا لقوا واحد اللي يمشي لهم، لكن لازم طبعا يقعد عنده نوع من الشعبية، أو على الأقل عنده نوع من الأسماء. حتى بوتفليقة لما جابوه اعتمدوا آنذاك على أنه كان وزير خارجية بومدين، وكان يمثل مرحلة تعتبر عند بعض الجزائريين أو جزء أساسي من الجزائر أنها طبعا مرحلة محترمة. طبيعة الحال تختلف الناس حولها، وهناك من يرى أنها كانت مرحلة أيضا مرحلة فساد، لكن بطريقة أخرى، طريقة الاستبداد وطريقة عموما اللي يحكي لكم على الانتخابات الرئاسية في ظل هذا النظام، هذه العصابات بطريقة صح، عرفوه أنه راه يكذب عليكم وراه يخادع فيكم وراه يريد أن يستمر هذا. والبعض طبيعة الحال اللي عندهم حزيبيات هنا وهناك، ولا أقول أحزاب لأنها ليست أحزاب بأي معنى، وإنما هي حزيبيات تأكل مع الذيب وتبكي مع الراعي. هذون أيضا عندهم دور تاع تهريج، دور تاع خدمة، سيدي فيغيرا على قول أصحاب الأفلام، سيدي كومبار سيدي فيغيرا، يجيبوهم يحطوهم باش يلعبوا بهم ويكملوا بهم الدور، وهم كل مرة يقوموا بالدور وكل مرة يصرخوا بعد الدور، وهكذا تدور الدائرة. أعتقد أني درت إجمالا على هذه اليومين. كاين أشياء أخرى كثيرة بطبيعة الحال، وإخواني طرحوا أسئلة كثيرة وأنا سعيد بها. وكان ممكن أني أيضا إن شاء الله تكون لدى مرة كاش نهار نخصص تدخل لرسائلكم فقط للإجابة عنها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. بالنسبة للناس أنا مرة تسألوني لماذا أنت لا تترشح، لماذا كذا. أولا يا إخواني، أنا كنت أعلنت أكثر من مرة أن السلطة هي آخر هم عندي، وأن هدفي أن أشارك مع الأحرار ومع الشرفاء ومع المخلصين في إنقاذ الجزائر وإنقاذ الوطن. وطننا يتجه لا قدر الله إلى كوارث حقيقية أكثر مما هي اليوم. يعني هذه كارثة الكوليرا والكوكايين، وما زال يجي لو يستمر تستمر هذه العصابات، ما زال يجي زمان يقولوا إيه كون غير نرجعوا لزمان الكوليرا أو جماعة الكوكايين. اللي راه جاي، اللي راه في الآفق وعلمه عند الله، لكن احنا من خلال ما نستقرئه وما نستنتجه وما نتوقعه راه جاي مآسي يعلمه الله وحده. لكن هذه ليست حتمية، معنى هذا ما تخافوش، كنقول لكم هكذا هو تحذير، ليس حتمية، معنى مش شرط ستحدث. لو كان الشعب الجزائري يأخذ مقدراته بيده ويتجه إلى التغيير الحقيقي فإن لن يحدث ذلك، وسينجو الوطن وسينجو الشعب وسينجو البلاد، وهذا أملنا وهذا اللي احنا نجتهد له أنا وغيري. ولكن عموما حتى لو افترضنا أني جيت أنا نفكر في السلطة، فلو تشوفوني تحدثت على انتخابات أو في هذا إطار هذه العصابات فسموني ما تشاءون. يعني هذه عصابات مجرمة لا تصلح إلا أن ترحل. كثير من المرات يسألون الناس يقول لك أعطينا الحل. الحل يا إخوان أنا قلت منذ أكثر من 23 سنة، تستطيع الناس ربما بعد يومين أو ثلاثة راح نوضع لكم على الموقع أول تصريح أجريته، كان في نهاية سبتمبر 95 ونشر في 2 أكتوبر 95، كان مع جريدة تسمى جريدة الحياة تصدر هنا في لندن. قلت أنهم يأخذون البلاد إلى كارثة،
كانت أنا ذاك مازال ما كانش المجازر بشكل كبير والقتل بشكل كبير، كانت مازالت الأمور محدودة، وهذا الذي حدث. وكان قناعتي أن هذا النظام يجب أن يرحل، وإلا فإنه كارثة على البلاد. فالحل سهل، الحل هو رحيل هذه العصابات. تقول لي كيف؟ نقول لك بالطرق السلمية، بدون حمل السلاح، لكن بالاحتجاج، بالعصيان المدني، بي 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 كاين أشياء كثيرة من أجل بناء وطن قوي، دولة قوية، مجتمع راشد، تعود الكرامة الجزائريين، الحرية الجزائريين، ويعود خاصة العدل. اليوم هناك ظلم رهيب على مستويات متعددة، فهذا ممكن. لكن إذا كنت تبحث على حل، لأن ما عندكش سكن أو ما عندكش عمل أو ما عندكش عندك مشكلة في الجامعة أو مشكلة في الفيزا أو مشكلة أنهم زادوا لك 4 سنين أو مشكلة، هذا يا أخوان أنا مانيش مسؤول، أنا لست مسؤول، أنا لست وزير أو رئيس، أو أنا لست ذلك. وبالتالي هذا الحل لن تجده عندي. أنا الحل اللي تجده عندي هو تغيير هذه العصابات. عندما تتغير تحل الأشياء الأخرى طبيعية. أما الأشياء اللي راك تعاني منها أنت، لأن عندك مشكلة مع جارك، الآخر عنده مشكلة في العمل، الآخر مشكلة في الإدارة، هذاك مشكلة في الجيش، هذاك مشكلة، هذه حلولها من هو مسؤول داخل الجيش أو داخل الإدارة أو الوزير، أو هم أيضا هم اللي يقدموا الحلول، لست أنا. أنا ما أنا إلا داعي للإصلاح ولإنقاذ الوطن ولإنقاذ هذا الشعب ولإنقاذ هذه البلاد، ليس فقط لبلادي، أنا أريد الخير لكل الناس، وخاصة إخواني الذين يعانون من مآسي كبرى في هذه البلدان التي تسمى مسلمة، والتي تعيش هذه السنين مآسي كبرى. ولكن إن شاء الله أملنا أن ما هو قادم خير، حتى وإن كنا سنمر حتما بمرحلة من الصعوبات وربما حتى من الفوضى العارمة لسنوات قبل أن يتحسن الحال. ألقاكم مرة أخرى إخواني، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.